مميز وما شاء الله بدأت الأعداد في زيادة، بدأت الأعداد في التزايد. لدينا هنا في هذا الانطلاق والتحدي أكثر من 60 مشارك في هذا الشوط، ما شاء الله والتحدي والإثارة على أرضية هذا الميدان. نسير بكم إلى الانطلاق، نسير بكم إلى التحدي، نسير بكم إلى الإثارة وصدارة هذا الشوط. وماذا يدور من تحدي؟ ماذا يدور هنا في هذا الانطلاق على المقدمة وعلى المركز الأول؟ يأتينا جبر لأحمد بن عبيد بن حميدان على صدارة على المقدمة على المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني شاهين هنا من يأتينا على ثاني المراكز للسيد حمدان بن حمد بن راشد بن غدير من ينطلق على المركز الثاني. وفي المركز الثالث، المركز الثالث هنا يأتي في هذه الانطلاقة والتحدي الجميل، يأتي الفايز ظافر بن مسعود بن هادي الحبابي من يأتينا على ثالث المراكز. وفي المركز الرابع، المركز الرابع عندك يا علي يا بن يمعة يا برحمة يا الدرمكي من يأتينا، ولكن هنا هنا التسلل في هذه اللحظات. هنا مشاهدينا الكرام الوصول من سراب طهميمة بن حمد بن عنودة العامري من يأتي بهذا الأول. شاهين في المركز الثاني، عبد الله بن يمعة بن علي بن حمى الدرمكي، وعلى المركز الثالث شاهين حمدان بن حمد بن راشد بن غدير. وصل باللويع مع الفايز خليفة بن محمد بن لويع الأخيالي من ينطلق في هذه اللحظات. المركز الرابع هنا من وصل في هذه او الخامس في هذه الانطلاقة، هنا يأتينا هنا جبر لأحمد بن عبيد بن حميدان، ولكن هنا نعود الى الصدارة، نعود الى الفائز من فاز بالانطلاق والتحدي حتى اللحظة. خليفة بن محمد بن لويع الخيالي من يأتينا هنا على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول. الفائز من الجانب الاخر، الفائز من الجانب الاخر هناك لظافر بن مسعود الحبابي في هذا الانطلاق. فقط للتذكير بأن صاحبة المركز الأول في الشوط الأول المهجنات بعد التأكد من أيضا هناك برج المراقبة بأنها متعبة، هي صاحبة المركز الأول سعيد بن محمد البواردي المهيري، هي إذا صاحبة المركز الأول في شوطنا الأول للمهجنات. نعود لمتابعة هذا الشوط، نعود للمجريات، نعود للتحدي، نعود للإثارة. شاهدينا ومتابعينا الكرام هنا الفاء، هنا التغيير من شاهين، شاهين شاهين حمدان بن حمد بن راشد بن غدير، والفايز من الجانب الاخر خليفة بن محمد بن لويع الخيالي من يأتينا على المركز الثاني ويتسلل الى الصدارة الى المقدمة الى المركز الاول. هنا هنا يأتي الفايز ليفوز ليفوز ليتحدى خليفة بن محمد بن لويع الخيالي على الصدارة على المقدمة على المركز الاول وصدارة هذا الشوط هنا في هذه الانطلاق. روح يا رعم طيلة على هذا الأداء الجميل. الله، هنا هنا الوصول، الوصول والتحدي. من الجانب الآخر عندك يا بن زهرة سلطان مخليفة بن زهرة مع الأسد، مع الأسد مع الأسد، والقادم القادم أحلى، القادم أحلى، مبلش مبلش مبلش. هنا سالم بن راشد بن رشدان المري من انطلق في هذه اللحظات، سالم بن راشد هنا ايضا من فهيدة، هنا الرشيدان من ينطلق، ولكن الله بن زهرة، بن زهرة مع الاسد، الاسد 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 سلطان بن خليفة بن زهرة. هنا تهانينا، تهانينا للمرة الثانية سيد سلطان بن خليفة بن زهرة على هذا الفوز الجميل. المركز الثاني مبلش سالم بن راشد الفهيدة، اما المركز الثالث ظافر مسعود الحبابي، المركز الرابع الفايز للسيد خليفة بن محمد بن لويع، وفي المركز الخامس
همدان بن حمد بن راهد بن غدير من أتانا على المركز الخامس، ونعود إلى الأسد ولحظة وصوله 7:53 جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الأداء الجميل هنا في هذا الانطلاق لسيد سلطان بن خليفة بن زهرة لخيل المركز الثاني مبلش لسيد سالم بن راشد الفهيدة في هذه اللحظات ب7:53 جزئين من الثانية. أما على المركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا الكرام أتانا الفائز على ثالث المراكز ولحظة وصوله إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس. تهانينا لظافر بن مسعود الحبابي ب7 دقائق هنا أيضا 56 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. التواصل أيها الحبل الكريم مشاهدي